إذا ما قمت بالتنزه بمحاذاة شاطئ بيدخاء بمقاطعة خبي بالصين، فستجد مبنى رمادي شامخا يقف منفردا بصحبة البحر، إنه مكتبة عامة. وإذا ما دخلت إلى هذا المبنى من بوابته الشمالية، فستقع عينك على طابقين مخصصين للقراءة، ينزعان عنك أي شعور بالوحدة ويمنحانك شعورا بالأنس والدفء.图书馆的屋顶上是有若干个角度一致的通风孔的，这些通风孔上都有电动天窗，在夏季的时候是完全靠自然通风来乘凉的。这个透光井呢，会在下午的2点钟左右，就这个季节开始有洒下来的光斑在地面上。 感觉非常别致，然后给人一种心旷神怡的感觉，在里面就是让我们有一种特别想安静的读书的感觉。تعج أرفف المكتبة بالطابقين الأول والثاني بالكتب، ويستطيع زائر المكتبة أن يطالع هذه الكتب في سكون جالسا أو في السنوات الأخيرة اجتاح العالم ما يسمى بمكتبات العطور، التي تعين المرأة على تنشيط الذاكرة من خلال تجربة العطر الجديدة. فالعطور في المكتبة يمكنها أن تربط كل شيء بأصله، بما فيها روائح الخضروات والشاي والقهوة وحتى الثلج والمطر والتبغ وغيرها من الروائح الفريدة الأخرى. 这是水果软糖了吧？我比较喜欢甜甜的味道，然后糖果啊、蛋糕啊什么的，我觉得都挺新鲜的。它的那个味道，我觉得。 在外边卖香水的地方找不到，挺特别的，别的地方没有。用这些气味来帮助人回忆，嗅觉是人的感官里边留存记忆时间最长的。您可能看到的和听到的东西，在记忆里就是留存时间，不会像嗅觉那么灵敏。وفي شنغهاي تم إعفاء القراء من إدخال رقم الحساب والرقم السري على ماكينات القراءة الرقمية الذاتية الخدمة، حيث بات بإمكانهم استعارة الكتب مباشرة بعد مسح الرمز الثنائي الأبعاد للكتب التي اختاروها على الشاشة. 我们初步的规设想是可能在上海的一些公共的空间，比如说公共的图书馆，比如说车站，比如说地铁，都可以随时去下载上图已经 وخلال المعرض المتخصص الذي أقامته مكتبة شنغهاي تحت عنوان مكتبات عام 2020، تم عرض الكثير من التكنولوجيا الجديدة، والتي شملت إنجاز عملية الحصول على بطاقة التسجيل وكذلك استعارة الكتب عبر الخدمات الذاتية، بالإضافة إلى عرض البيانات الضخمة والطباعة الثلاثية الأبعاد والقراءة الحسية، وذلك لإرشاد زوار المعرض إلى الشكل الذي ستكون عليه مكتبة الأحلام في المستقبل.